من 2012 الحمد لله اللي بسبح انا تقريبا، سبتني جلطه دماغيه، من ثم اجيت اعمل لياقه يوميا على البحر كل يوم الصبح. وانا بجي على البحر لقيت شباب كتار بسبحوا، شويه شويه تعلمت السباحه وعلموني السباحه وصرت اسبح. من هذاك من 2012 لحتى الان الحمد لله ما فرقتش البحر ولا يوم، وجسمي الحمد لله 100%، وانا الحمد لله شفيت 100% من جميع الامراض من فضل الله وكرمه. أعلى 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 أعلى. ونحن في ظل الحصار نعاني من هذا الكبت، وعملية التفريغ النفسي في البحر وفي السباحة أعتقد أنه من خلال الأطباء النفسيين ومن خلال الأطباء والصحة تقول أنه هذا أفضل بداية ليوم يمكن أن تكون فيه نشيطاً وممارساً لحياة نفسية طيبة. هذه مجموعات تكونت بجهد شخصي على طول ساحلنا وأزرقنا الجميل من بيت لاهي شمالا حتى رفح جنوبا، وهناك لكل مجموعة كابتن ومدرب للفريق. تتواجد مجموعات على طول الساحل من بيت لاهي عندهم مجموعة، وهنا في جباليا أكثر من مجموعة، وكل مجموعة تسمي نفسها، تتواصل عن طريق الواتساب بمجموعة مميزة لها، لكن فترة السباحة تكون دائما في فترة الصباح. السباحة معروفة بأنها من أفضل النشاطات الرياضية التي يمارسها الإنسان. الإنسان يمارس السباحة باعتماد على قوة جسمه وعلى مقاومة جسمه، فيها نشاط جميل. أما أن يكون الماء بارد أيضا فهذا بيكون في نشاط للدورة الدموية، في تحفيز للعضلات، في تحفيز للنفس، أن الإنسان يقوي نفسه يقوي عضلاته، فيها تنشيط أيضا كما أسلفنا للدورة الدموية.